خدمه بلادهم واكثر من هادشي. Si nombreuses et nombreux ce soir pour célébrer ensemble la 9e cérémonie Terre de femmes Maroc. Quel honneur et surtout c'est grâce au professeur Ben Chabar que j'ai pu être initié lors de la COP22. Cet événement a pour but de mettre de l'avant le travail social et éco-responsable de femmes à travers des initiatives personnelles à travers l'ensemble du Maroc. Et donc il nous fait plaisir via la Fondation Yves Rocher de pouvoir soutenir des femmes engagées, travaillantes et avec autant de conviction comme vous avez pu le constater durant cette soirée. و بعد تيكون واحد كل خاصيه عندها نقطه تجمع واحد النقاط وتنختاروا ثلاثه ديال المشاريع اللي جات هي الاولى. هذا ما تعنيش بان المشاريع الاخرى ماشي مهمه، ولكن هذه قواعد اللعبه. ولكن المشاريع كامله اللي توصلنا بها هذه السنه في المغرب بينات على انه كاين نساء في المغرب مناضلات في هذا المجال ديال البيئه. جائزة إيف روشي هي مفخرة لي لأنها جائزة تتخص المرأة، وأنا بصفتي مرأة مغربية ناضلت وكافحت كثير باش نوصل لهذه المرتبة، والجائزة إيف روشي غادي تفتح لي المجال باش نوسع المشروع بفضل المجهودات ديال لا كوبيراتيف وزينة اللي فيها. دونك غيمكن باش دون ان بروميي طون غادي تزاد واحد الأراضي أخرى اللي غادي تزرع فيها هذه الأنواع ديال الأعشاب الطبية والعطرية، وغيمكننا دونز ان سكوند طون باش نزيدو دي فام اللي غادي يخدمو على هاد الاراضي. بالنسبه كاين دي فام اللي كيديرو لوتري، كاين دي فام اللي كيديرو لا ريكولت، يعني غادي يكون في لو بينيفيس ديال لا كوبيراتيف ديال لي فام اللي خدامين فيها، وغيمكنهم ابخي باش ينقلوا هاد ليكسبيريونس لديورهم هما هما يقوموا بنفس التجربه وغيقوموا بالتسويق ديالها بنفسهم، وغيكونوا اوتونوم فينانسيرمون، يعني برؤوسهم غادي يتمكنوا باش يدخلوا المداخل ديالهم بطريقه يعني شخصيه.